النهارده هنعمل بقى القلقاس. طبعا القلقاس يعني الشتاء يعني قلقاس، موجود طبعا في خضار كتير جدا بيطلع في الشتاء، الكرنب والقلقاس والارنبيط. فانا بحس ان الشتاء خضار، الصيف بحسه فاكهه اكتر، يعني الفاكهه بتبقى زايده في الصيف، الشتاء بتاع الخضار بيبقى فيه انواع خضار كتير جدا بيبقى يعني في منتهى الجمال وبيطلع طبعا في الشتاء. فطبعا الشتاء موسم القلقاس والسلق والكلام الحلو ده، فنقدر بقى نجيب كميه كده كويسه في اخر السيزون ونخزن منه، في نفس الوقت نعمله بطريقه حلوه. وطبعا السؤال المعتاد اللي انا بتساله على القلقاس، نغسل القلقاس ولا لا؟ كنا زمان طبعا بنغسله، مفيش حاجه اسمها ما نغسلش القلقاس، وبعد كده بطلنا نعمل الموضوع ده. طب هل احنا لو بطلنا نعمله هيطلع مظبوط ولا لا؟ يعني الناس بقى ايه محتاره، يعني نعمل كده فعلا ما نغسلهوش، ولا نخلينا زي ما احنا متعودين ونكمل يعني غسيل في القلقاس وبياخد وقت ويفضل نعمله بميه ساقعه كذا مره ونعصر عليه ليمونه والموال ده. هقول لكم كل التفاصيل واحنا شغالين. تعالوا بس ايه، النهارده هنعمل وصفه لطيفه كده، يعني بصوا هتفكركم بايام الجمال بتاع زمان. هنعمل قلقاس باللحمه، وهنعمل معاه كمان رز حبه وحبه. رز حبه وحبه ده جيل العظماء بس اللي يعرف الحبه وحبه دي. طبعا بيحمروا نص الرز والنص التاني بيبقى ابيض. تعالوا نشوف المقدار ونشتغل مع بعض. عندي كيلو من اللحمه، طبعا برده زي ما بقول لكم دايما وزن اللحمه زي ما انتوا حابين، تمام. وعندي كمان قلقاس طبعا هقطعه، وهقول لكم كل التفاصيل واحنا شغالين نقطعه ازاي والكلام ده كله. واربع حزم من السلق الاخضر، عندي اربع حزم، كل ده طبعا هيقل جدا فما تجيبوش اقل من كده. وعندي حزمه كزبره خضراء وبصلايه متوسطه، وخمس فصوص من الثوم، وزبده او سمنه، وعندي كمان ملح وفلفل اسود وعصير ليمون وحبهان ورق لورا، وهقدمه مع رز حبه وحبه. محتاجه له 3 كوبايات من الرز المصري و3 معالق سمنه، هنعمله بقى بالسمنه بالطريقه بتاعت اهالينا بتاعت زمان، و3 كوبايات ميه وملح، مش هنحط عليه اي اضافات ثانيه. تعالوا تاني هقول المقادير. محتاجين القلقاس بالسلق، محتاجين لحمه اي وزن انتوا عايزينه واي تقطيع انتوا عايزينها، ضاني، مكعبات، لحمه بتاعت خضار، يعني اي حاجه، موزه، اي حاجه انتوا حابينها تشتغلوا بيها. وعندي كمان قلقاس واربع حزم من السلق، وحزمه كزبره خضراء، وبصله متوسطه، وخمس فصوص من الثوم، وعندي كمان زبده او سمنه، وملح وفلفل اسود، وعصير ليمون، وحبهان ورق لورا، وهقدمه مع رز حبه وحبه، 3 كوبايات رز مصري، 3 معالق من السمنه، و3 كوبايات من الميه وملح، تمام. تعالوا اول حاجه كده ايه، هفلفل الرز بتاعي. ده اول حاجه هعملها، هجيب كده الحله دي، شايفين ولا اشيل لكم الحله دي اهو، هشيل الحله دي دلوقتي، تمام. تعالوا نفلفل كده الرز بتاعنا بمنتهى السهوله. اول حاجه هاخد السمنه واحط نص مقدار الرز بتاعي، يعني انا لو مستخدمه 3 كوبايات هاخد كوبايه ونص من الرز، وهقوم عامله ايه، محمراهم، عارفين زي ما بتحمروا الشعريه، هو نفس الموضوع كده، هنحمرهم كاننا بنحمر شعريه او لسان عصفور بنفس الطريقه. افضل بس اقلب تقليب مستمر عشان يبقى كله اخد نفس اللون. طبعا الخطوه دي هتاخد وقت شويه، فانا ايه، حمرت، بصوا حمرت كوبايه ونص رز، شايفين محمراهم كاني بحمر لسان عصفور، تمام كده او بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هحط الرز اللي انا حمرته، طبعا احنا هنحمر في نفس الحله وهنشتغل على طول، بس احنا عشان الوقت فانا حمرت كوبايه ونص دول ايه قبل ما ندخل الهواء عشان ما يضيعولناش الوقت، يعني ايه ما فهمش اي يعني تكنيك في التحمير، هو مجرد بتحطوا السمنه وبتفضلوا تقلبوا نص مقدار الرز لحد ما يحمر معاكم بالشكل ده. خلاص هاخد بقى كوبايه ونص من دول، انا خلاص محمره اوريدي كوبايه ونص اهو، هاخد بقى نص ده، تمام، وهقلب. بصوا بقى الرزايه حبه وحبه، طبعا ده الرز المعتاد اللي كانوا بيعملوه زمان. بصوا الموضوع برضو هرجع واقول لكم دايما في بساطه، يعني ما بيبقوش محتاجين بينوعوا في الرز من غير ما يحطوا اي اضافات تانية، ولا لسان عصفور ولا بقى شعريه ولا اي حاجه، بيحطوا منه فيه كده
بيحمره شويه وبيسيبه النص التاني ابيض زي ما انتم شايفين. هملح بقى على كل كوبايه رز معلقه صغيره، تمام، معلقه شاي. احمد صباح الفل. صباح الفل. صباح الورد يا فندم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله دايما يا رب. انا بنكلمك انا احمد من مرسى مطروح. اهلا اهلا، احسن ناس. الله يخليكي. احنا بجد الدنيا فديت عندكم طبعا. ايه الدنيا فديت عندكم صح؟ لا، وكمان احنا فضيت في مرسى مطروح، بس في سيوة كمان في شغل في السياحة، واتمنى دي دعوة مننا من سيوة ان حضرتك تنورينا كمان في الوقت. ده احنا نفسنا والله ننوركم، احسن ناس ان شاء الله نعمل عندكم حلقات قريب. بجد متابعين حلقاتك من الاول يا فندم، مش عارفين نقول لحضرتك ايه بجد. عندي في البيت كمان بيشكروا لحضرتك ونفسك الجميل في الاكل. شكرا شكرا والله على الكلام الحلو ده. تسلم الله يخليك ده بجد. وعندنا مثل بيقول لك زيدي يعني في حضرتك بتعمليه، ما تخليش اي حد يحبطك، بجد شيء جميل ومشارك لحضرتك بتعمليه. الله يخليك. تسلم والله على المكالمات الحلوه دي. اهل مرسى مطروح الجمال. الله يخليكي. وكنا برضك في نفسنا كده في يوم تعمل لنا كمان اكله صحراويه. حاضر. عشان كل الناس وكل المحافظات. طب قول لي ايه الحاجات اللي انتم مشهورين بيها؟ اللي احنا مشهورين بيها يا فندم في طريقه الشاوي. وفي الرز بتاع المندي. اوكي. وفي حاجه اسمها طبيخه الرجله. ايه الرجله دي بقى؟ بتعملوها ازاي؟ اشرح لنا للناس كده. ديت يا فندم بيجيبوا الرجله او اسمها عندنا مخمخ، دي مليئه بالحديد والكالسيوم والعناصر دي. تمام تمام. فبيجوا بيقطعوا الورق بتاعها وبيطبخوها نفس طريقه الملوخيه بس مع التقليب المستمر. ايوه ايوه. الاكله ديت بياكلها الاميل تشارلز، وجه الاميل تشارلز كمان سيوه وعجبته كمان جدا. حلو جدا. هنعمل ان شاء الله اكلات صحراويه جميله كده ان شاء الله في حلقه. وفي عندنا العصيده. العصيده احنا كنا عاملينها قريب لو تابعتنا. ما كانش عندنا دي في الفترات دي، فكنا بنعملوها بالبلح، اسمها تاجيلانتيني باللغه السويه. يعني ما بتعملوش فيها دقيق؟ لا يا فندم، من غير دقيق، مجرد بلح بس. اوكي. تمر بس، دي بتبقى جميله بجد. ألف هنا عليكم، أحلى ناس مرسى مطروح، ونحب تشرفنا دايماً بتليفونك يا أستاذ أحمد. متابعينك من أنا والبيت والأولاد كلنا. الله يخليك. صباح حضرتك جميل. صباحك جميل. شكراً يا أستاذ أحمد، ميرسي لحضرتك جداً. أهل مرسى مطروح الجمال. بصوا بقى، خلاص أنا فلفلت الرز أهو، حطيت المية وحطيت شوية ملح وخلاص على كده.